استاذ شرقاوي، الاهلي محتاج المراكز ايه من وجهة نظرك؟ هو كولر عايز راس حربه صندوق، ماشي تمام، وانا شايف ان لازم يبقى في بديل لعلي معلول في مركز الباك الشمال. غير كده هو يعني دول المراكز اللي هي ملحه مثلا بالنسبه للنادي الاهلي، وزي ما استاذ جمال حلل بالنسبه لاداء فريق النادي الاهلي، حتى لو انت ما جبتش راس الحربه يا تمشي يعني هو ماشي. قادر يعمل توليفه، لا ماشي كويس، هو قادر يعمل توليفه بس برضه يعني ماشيه الموسم ده ممكن ما تمشيش بعد كده. صح، خلي بالك مثلا اللي شالك الفتره اللي فاتت ممكن ما يبقاش موجود. لا يعني أيوة بس طبعا. فعلا كهربا هو محتاج، هو محتاج محتاج لعيب صندوق يكون لعيب هداف زي واضح وصريح وجبار. لا لعيب داخل الصندوق، داخل الصندوق عشان لعيب صندوق لا ما مفهومه مفهوم ماشي. غير كده لو يعني راس حربه من وجهه نظرك وبديل لعلي معلول، وبديل لعلي معلول. غير كده هو بقى اي حاجه هتبقى يعني يعني بتستدعي يعني هيجيب واحد خط وسط ماشي مفيش مشكله، على اساس ان عندهم ماتشات كتيره في الدوري والكاس وبطوله افريقيا وبيشاركوا في حاجات كتيره، فعايز اكثر من بديل. وعلى فكره الفرق الكبيره المفروض اللي بتلعب في اكثر من بطوله لازم يبقى عندها في المركز الواحد بدل اللعيب اتنين وتلاته بنفس الكفاءه وبنفس القوه، بحيث ان الاداء ما يختلش لو اللعيب ده غاب لاصابه او لانذارات. بالنسبه لخط الدفاع ممكن يبقى محتاج مساك، ولكن برضو مش بالشكل اللي هو الايه اللي انت بتتكلم في الملح راس حربة وبديل عليه. انما بالنسبة لمركز قلب الدفاع في محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمود متولي قايمين بالايه ورامي ربيعة. لا يعني رامي برضو ايه يعني مستواه الاصابات بص هو رامي لو مفيش اصابات ومكمل بشكل مستمر طبعا لعيب كبير، ولكن للاسف التاريخ القصير بتاعه في السنين اللي فاتت يلعب له ماتشين ثلاثه وبعد كده بيغيب بسبب اصابه. بس موجود، بس هم جددوا عقد رامي، فده معناه ان هو مقتنعين فنيا برامي. هو كولر نفسه فمعنى كده ان هو مش محتاجين قوي لعيب مساك في لو لاقوا طيب. ممكن هو رامي وياسر جددوا خلاص، يبقى هو يبقى انا بقول لك انا بقول لك معاهم في محمود متولي في رامي ربيعه، بس ده مؤشر يقول لك ان النادي الاهلي مش محتاج مساك، مساك ما هو الملحه بالنسبه للنادي الاهلي راس الحربه، وممكن يبقى في لازم يبقى في بديل لعلي معلول وبديل لحمدي فتحي موجود لو اليو ديانج ما يعني حتى برضه يعني. طيب خليني اروح للزمالك. استاذ جمال قال لك ان لازم يبقى في غربله سواء للصفقات او للتقييم بقى اللي عامله اسوريو. طبعا سداسيه المقاولين العرب وقبل سداسيه المقاولين العرب هو الراجل من ساعه ما جه وهو عامل تغيير في الاداء الهجومي لنادي الزمالك، ممكن بينعكس بالسلب على الاداء الدفاعي لو الزمالك قابل فريق كبير، لكن التقييم بشكل عام وماذا يحتاج الزمالك في الموسم المقبل. هو بالنسبه لاوسوريو بدات الناس تقتنع بيه مش في ماتش المقاولين بس، قبليها بماتش فاركو وماتش غزل المحله بدا في حلول هجوميه بالنسبه للفريق، وبدات اللعيبه تحفظ مراكزها الجديده والطريقه الجديده اللي بيلعب بيها. يمكن الناس قالت الزمالك كسب المقاولين عشان وحش، لا الزمالك كسب المقاولين لان في اكثر من يعني قبل الهدف الاول اللي احرزه الزمالك، الزمالك وصل لمرمى المقاولين في اول ربع ساعه حوالي اربع هجمات محققه على مرمى ابو السعود ومن اماكن وطرق لعب مختلفه، فده دليل ان في شغل من الراجل موجود واللعيبه. لا هو الراجل بيشتغل، الراجل بيشتغل وفي فعلا تغير في الاداء الهجومي للزمالك لكن في نفس الوقت يعني في مباراه فاركو على قد ما كان في فرص كتيره جدا للزمالك كان في اربع خمس فرص كمان للفرق. ما طبيعي انت ما بتلعبش فريق صغير، انت ما بتلعبش لعيب يعني ما بتلعبش فريق صغير، يعني انت هاجمت وطبيعي جدا ان انت بتهاجم يبقى في برضه الفريق اللي قدامك بيعمل فرصه او اثنين او ثلاثه، مش لازم يكسب كل الفرق سته وسبعه، شيء طبيعي يعني جدا جدا جدا، ولكن طيب. الاداء مرضي بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. قول لي المراكز اللي الزمالك يعني انا شايف ان الملح بالنسبه للزمالك وسط الملعب رقم سته ورقم ثمانيه إمام عاشور يعني
مش م... لا مش شرط امام عاشور يعني. مش شرط على فكره، اقول لك على حاجه. احمد فتوح دلوقتي بيلعب يعني، الراجل قدر ان هو لقى ضلته في بالنسبه لاحمد فتوح، ودي حاجه برضو تحسب للمدير الفني في وسط الملعب، بيعمل شغل هايل جدا بالنسبه لنقل الكره. ايوه ماشي، فتوح لعيب يعني مختلف، يعني عامل اداء كويس. انا قصدي ان انت بتتكلم على رقم 6 ورقم 8 امام عاشور، مش لازم امام عاشور يعني، انا بتكلم في المواصفات. طب ما انت كان عندك ساسي قبل امام عاشور. يعني انا امام عاشور وساسي، لا يا استاذ جمال انا قصدي في ايه. لا هو يعني احنا بنتكلم، انت بتتكلم المركز بتاع امام عاشور، ما كان في ساسي قبل امام عاشور، بتكلم على اللاعب المميز يعني. كان ساسي موجود، ما تقول ساسي بس ساسي مش هيجي الزمالك. لا على اعتبار ان امام عاشور كان في الموسم اللي فات. ما هو فكره امام عاشور ديت اعتقد ان المستشار مرتضى منصور حسمها تماما على الملأ. انا بتكلم في اللاعب مش في مواصفات اللاعب، مش في اللاعب ده. ما اللاعب نفسه خلاص هي مش هيبقى موجود في الزمالك. موجود او مش موجود مش هتفرق مع نادي الزمالك، اكيد مش هيفرق. الزمالك مع اكبر من اي أكيد حد مهما كان، متفق. الزمالك والاهلي اكبر من اي ولكن من ولكن, أي ولكن اللي جاب اللي قدر يجيب مدرب كويس زي اوساريو يقدر ان هو يجيب لعيبه مميزه برضو لتدعيم الفريق. يعني زي ما امير مرتضى منصور قدر ان هو يجيب اوساريو يقدر برضو ان هو ومعاه ميدو يقدر ان هم يجيبوا لعيبه مميزه في وبرضه بموافقه المدير الفني للزمالك يقدروا برضه يجيبوا لعيبه مميزه في خط الوسط اللي هم عايزين في خط